بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة المائدة يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وكما ذكرنا من قبل إن مراتب القصد البشري للفعل الإنساني خمسة، كما نظمها الناظم فقال: مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. فمراتب القصد خمس: هاجس، خاطر، حديث نفس، هم، نية أو عزم مؤكد. وذلك أن الإنسان إذا لاحظ علاقته وإرادته واختياره الذي يسبق سلوكه لوجد أن صورة ما تحدث في الذهن، فإذا جاءت صورة ما في ذهنك ومرت مرور الكرام، جاء في ذهنك شيء من الطاعات أو شيء من المعاصي، كما لو جاء في ذهنك صورة الكعبة، فجاءت هكذا ومرت ومضت، هم ده يسموه هاجس، يعني هجس لك صورة الكعبة المشرفة. يمكن أن يهجس لك إزازة خمر، هاجس برضه، بأن إزازة الخمرة تيجي كده اهو وتمر أمامك وتمشي، ما حصلش حاجة، يعني كأنك تصورتها، كأنك تخيلتها فقط. حتى إن هذا التصور والتخيل يسمى إدراكا، ولكن إدراك على مستوى الهاجس، لأن الصورة لم تثبت. فإذا ثبتت وصلنا إلى المرتبة الثانية وهو الخاطر، فالكعبة وقفت قدامك كده مش راضية تتزحزح، مش عارف هي إيه الحكاية دي، كعب مالها، يعني ايه الحكاية، مش عارف، كعب. او ازازة الخمر برضو ثبتت قدامك كده. يبقى وصلنا الى المرتبة الثانية وهي الخاطر. يقول لك: خطر ببالي، يعني جه كده هو وخطر، خطر ببالي. فإذا تحدثت مع نفسك عن هذه الصور فقلت: الله، إيه العبارة دي، الكعبة جايالي ليه، أنا عايزين نروح نسافر الكعبة علشان نعتمر أو نحج. أو قال هذا الآخر بعيد عن السمعين: الله، وإزازة الخمرة دي جاية ليه، بيمكن عايز أشربها ولا حاجة، والله كسرها، يعني اهو وارد في الذهن، ياخد ويدي معاه في بعضه في الكلام. فقال: والله هروح ازاي انا بس الحج دلوقتي، او العمره دي عايزه تاشيره وعايزه تكاليف، وانا معايا مواعيد ومشغول الايام ديه، لا بس العمره برضه هتغسل الانسان وتمسحه وانا مشتاق، يعني ايه واخد ويعاطي في الكلام. يبقى وصلنا الى المرحلة الثالثة، حديث النفس. حديث النفس يبقى ايه، فيه محادثة رايح وجاي، نعم لا بس نعم
بس يمكن لا، يعني بتردد ما بين نعم ولا، يبقى ده حديث نفس. فإذا زاد على هذا وهممت وترجح لي الفعل، يبقى ده ايه؟ هم. او ترجح عندي عدم الفعل، يبقى هممت. هممت بان اذهب. اما اذا قررت وعزمت عزما مؤكدا اني ذاهب، ذاهب خلاص، واتصلت بالتليفون بقى ابتدت ايه؟ العزم المؤكد اللي هو النية، ووديت الباسبور للسفارة عشان ياخد التأشيرة، واتصلت بالشركة علشان نقطع التذكرة، وبشركة السياحة علشان تحجز لنا في الفنادق. الله، ده بقينا هنا، والواحد يقابلني في السكة اقول انا ناوي اعتمر ان شاء الله. هو لغاية دلوقتي ذهبنا ولا حاجة، ده كلها نية، بس نية من قبيل العزم المؤكد. كذلك في المعصية، اشتري الازازة دي والعياذ بالله، لا بلاش دي حرام، معلش يا ولد نتوب، لا 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 استغفر الله. وبعدين تأكد عندي الشرع والمعصية، يبقى ده ايه؟ دينية بقى. يقول الناظم ان الخمسة دول كلها رفعت في شريعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، شريعة الإسلام، فلا يؤاخذني الله سبحانه وتعالى بالهاجس ولا بالخاطر ولا بحديث النفس ولا بالهم، إنما يؤاخذني بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى إذن لو نويت ابتدى عمل القلب، ما هو النية عمل، والعمل هنا هو عمل القلب، يبقى هو أخذ عليه. أما الهم وما قبله فلا مؤاخذة عليه في شريعة المسلمين تخفيفا من ربنا ورحمة. وكان في من سبقنا يؤاخذ عليه بالهم، لما كان يهم كده كان يبقى ايه؟ يؤاخذ عليه. فجاء الإسلام بالشريعة السمحة وترك الناس فيما ابتلوا به، حتى قالوا إن الخاطرة يبقى والهاجس لم يتنزه عنه ولي. الأولياء الكبار برضو يعني يحصل إيه؟ الهاجس والخاطر يحصل له ببساطة كده. وبعضهم زاد ولا نبي، وبعضهم أن لا، الأنبياء يمكن ما يحصل لهمش الخواطر دي، وبعضهم قالوا حتى النبي، لأن هذا الهاجس والخاطر يحدث بموجب البشرية، والمسلمين عندهم أن الأنبياء بشر، يبقى يحدث لهم الهاجس والخاطر بموجب إيه؟ البشرية. يبقى ما فيش نقص، ما فيش نقص أنه يحدث، طبيعة البشر كده، طبيعة البشر النسيان. فهل ينسى نبي؟ ينسى. طبيعة البشر المرض، هل يمرض نبي؟ أيوة يمرض. طبيعة البشر النوم، فهل ينام نبي؟ أيوة ينام. حتى إن النبي المصطفى لبشريته كان تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، إنما كانت تنام عيناه، وقال ألا إني أقوم وأنام. إذن فدي من البشرية. جماعة الكفار بقى همه، فهنشوف همه إزاي في حلقة قادمة إن شاء الله، بعدما تحرر لنا مراتب القصد خمس: هاجس ذكر، فخاطر، فحديث النفس، فاستمع،
يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير لوني ففيه الأخذ قد وقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.